مشاهدينا الأعزاء، التشكيلة الأساسية للمنتخب الإنجليزي في هذه المواجهة أمام المنتخب الإيراني على الشكل التالي. دخل المدير الفني للمنتخب الإنجليزي غاريث ساوثغيت، هي التشكيلة الأساسية للمنتخب الإنجليزي، يعني نستطيع القول لحسين يحيى بأنها التشكيلة الأمثل للمنتخب الإنجليزي في هذه الدورة. كل اللاعبين النجوم كانوا في الموعد، وخاصة خط وسط الميدان الذي قدم مباراة كبيرة. البارح أنا رشحت الفريق الإنجليز، لكن ليس بسداسية. نعم، غير الكرة ما نجموش نعرفه. المهم رشحته أنا، بالنسبة لي المقابلة اللي شفتها اليوم مجموعة ومنتخب مثالي، هذه أولا. ثانيا نحيي شجاعة المدرب، لأن رأيت طريق كيتيكي قبل لاكوب دي موند على التشكيله اليوم. ناكد لك ما تقول حسين يحيى. نعم، ست مباريات دون فوز للمنتخب الانجليزي قبل كاس العالم. قبل كاس، انا هذه عندي المعلومه. بعد اليوم وقت من بعد الاوقات كانوا يخموا باش ينحيوا ويجيبوا مدرب واحد اخر. صحيح صحيح، تعرض لانتقادات. نزيد حاجه، علاش قلت لك انا اليوم نحييه شجاعه كبيره. منين الشجاعه؟ اولا غير الخطه، ثانيا لاعب اللي عنده مده ما لعبش لما نشوفوا الضغط اللي كان على ايران، نشوفوا التحركات، نشوفوا من فنيا، نشوفوا واحد السهوله، واحد الانسجام بين تفاهم كبير بين الخطوط كبير.